بصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا نبدأ معاكم كده نستعرض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ مع حضراتكم كالعادة من محافظة القاهرة، وهنروح لشارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري أكتوبر. هناك هنلاقي كثافات مرورية، لكن بعد تقاطع الكوبري هنلاقي الكثافات بدأت تقل بشكل تدريجي، لكنها ما اختفتش ولسه مكملة لحد مستشفى العباسية. هتبدأ الكثافات دي تختفي عند محطة مترو الاستاد. ولو رحنا لشارع الموسكي في سيولة مرورية في الوقت الحالي، لكن طبعا من المتوقع أنه هيشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات القادمة. بالنسبة لشارع رمسيس في اتجاه العباسية، الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات، لكن الكثافات بداية من ميدان رمسيس وصولا للعباسية لحد شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة. ومن القاهرة تعالوا نروح محافظة الجيزة، وخاصة نبدأ معاكم من شارع الهرم من بداية المستشفى. في كثافات مرورية متقطعة مكملة لحد الجيزة، ولو طلعنا كوبري الروضة هنلاقي في كثافات مرورية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم نشوف شارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل وواصلة لحد الطوابق، وعند الطوابق هنلاقي في كثافات مرورية كبيرة هتبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بتشهد بعض الكثافات. ونروح معاكم للإسماعيلية، هنلاقي ان طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق احمد ابو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين وندخل شارع الطيار اسلام عبد اللطيف، هنلاقي برضو في كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. لو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. ونروح معاكم لمحافظة سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، كمان الطريق المؤدي للجامعة أيضا في كثافة نسبية، وفي كمان كثافات نسبية مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة، تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى، مائل للبرودة أو الحرارة نهارا على جنوب سيناء والوجه البحري وشمال الصعيد. في نشاط رياح على بعض المناطق، وفي فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37، وأقل درجة حرارة في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.